السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حل كتاب لغتي الخالدة للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول، نبدأ مباشرة بحل الوحدة الأولى، وهي وحدة التقنيات التي سوف نتحدث فيها عن وسائل النقل ورسام القلب والتلفاز ونداء الأسير وهاتف دقيق داخل أسنانك، كما سنتعلم رسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة على السطر، رسم حرفين نون والياء منفردين ومتصلين بخط الرقعة، وظروف الزمان والمكان والجملة الخبرية المنفية الاسمية الفاعل، ومهارات كتابة قصة خيالية وإجراء مقابلة. سوف نحل العديد من التمارين. في البداية سوف نقرأ عن عالم فيزيائي يدعى إسماعيل بن الرزاز الجزري، كان مسلما تقيا قارئا مؤلفا ضابطا وفيزيائيا ومهندسا بارعا، لديه الكثير من الإنجازات والكتب. وسوف نتعرف على وسائل النقل وإلى اختراع هام جدا وهو رسام القلب الذي يظهر نبضات ودقات القلب على شاشة، وله العديد من الإصدارات قديمة وحديثة. بدأها ويليام أينتهوفن في هولندا، حيث كان يعمل بهذا الجهاز الذي صنعه له أستاذه وولر لتسجيل حركة القلب. بعد ذلك رأى أينتهوفن جلفانومترا بسيطا من اختراع سويجر لإظهار أي تيار كهربائي، وكان مصنوعا من خيط رفيع من الكوارتز فوقه طبقة من الفضة موضوعا بين قطبي مغناطيس، وحساس جدا لدرجة أن أي تيار كهربائي ضئيل يسبب ذبذبة الخيط فورا. ومنه تم اختراع آلة رسام القلب. سوف نتعلم أيضا نقرأ أيضا عن التلفاز، من أبرز الاختراعات والاكتشافات الإنسان المعاصر وتطور التلفاز ونداء الأثير بقصيدته الرائعة نداء جهوري هل تعيه أجبه ألست بالبطل النبيه، تتحدث فيه عن الإنترنت الحاسب الآلي والإنترنت وكل التكنولوجيا المتطورة في عالمنا وزماننا الحالي. وسوف نحل كل التمارين عن هذه القصيدة. بعد ذلك سوف نتعرف على رسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة على سطر. طبعا حركات القوى تكون الكسرة أقوى ثم الضمة ثم الفتحة، والسكون هي أضعف الحركات. نقارن حركة الهمزة بحركة ما قبلها، ثم تكتب الهمزة على الحرف يشبه حركة الحرف الأقوى الحركة الأقوى. الكسرة يناسبها الياء، والضمة يناسبها الواو، والفتحة يناسبها الألف، والسكون لا يناسبه شيء، لذلك تكتب على السطر. سوف نقرأ الجمل التالية ونستخرج منها الكلمات الملونة وحركاتها والحرف الذي قبله لنستطيع معرفة أين ستكتب الهمزة.
حيث تكون الهمزة على ياء على واو أو ألف أم على السطر. حرفي النون والياء منفردين ومتصلين بخط الرقعة، سوف نتعلم رسمهم بخط الرقعة حيث نعرف أن صورة النون والياء المنفردتين وصورة النون والياء متصلتين، ولكن سوف نتعلمهم بخط الرقعة بإذن الله تعالى. بعد ذلك سوف نتحدث عن ظروف الزمان والمكان. ظرف الزمان هو اسم منصوب على الظرف دال على زمان حدوث الفعل، يتضمن معنى في. أما ظرف المكان اسم منصوب على الظرفية دال على مكان حدوث الفعل، يتضمن معنى في. يسمى كل من ظرفي الزمان والمكان مفعولا فيه لأن الفعل وقع فيه، وسنحل الأمثلة عليها. وكما سنتعرف على الجملة الخبرية المنفية الاسمية، وجميع ما سوف نتعرف من الأساليب تندرج تحت ما يعرف بالجملة الطلبية التي يطلب بها أداء شيء ما، مثل التمني والاستفهام والأمر والنداء، ونحاكي عدة جمل وأمثلة عليها. بعد ذلك سوف نتعرف على الفاعل، الفاعل المفرد وجميع أنواعه. يكون الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا، حيث يكون الاستتار جائزا أو واجبا، ويشتملت الجملة الفعلية على فعلين، الأول ذهب وفاعله اسم ظاهر، والثاني زرع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الفلاح. وهنا يجوز أن يظهر الفاعل فنقول زرع الفلاح أرضه، لذلك يكون حكم استتار الفاعل جائز لأن الاسم الظاهر يحل محله، بينما جملة الفاعل فيها ضمير مستتر وجوبا لأنه لا يحل محله الاسم الظاهر. إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت الفعل تاء ساكنة في آخر الماضي وتاء متحركة في أول الفعل المضارع. سوف نتعلم مهارات استراتيجية الكتابة. وكتابة قصة خيالية. طبعا القصة هي حكاية أدبية نثرية حقيقية أو خيالية تدور حولها حدث أو أحداث تصل إلى عقدين تنتهي عقائد إلى عقدة تنتهي بحل. ولكن نحن الآن سوف نتحدث عن قصة خيالية وكتابتها، ونقرأ قيمة التواضع النص بالكامل، ونقوم بالإجابة على جميع الأسئلة التي لدينا مع التخطيط لكتابة موضوع. طبعا التخطيط نضع بداية الأفكار والمعلومات في إطار خطة التي أعددناها. نبدأ بكتابة كل جزء على جانب، ثم أقرأ الأجزاء متصلة، أقارن بالمكتوب مع القصة التي سوف أقوم بكتابتها. كما سنتعلم استراتيجية مهارة التحدث في إجراء مقابلة. طبعا المقابلة هي الاتصال المباشر بين شخصين أو أكثر بهدف جمع المعلومات حول قضية ما أو مسألة ما، أو التعريف بالنفس وإمكاناتها وخبراتها والدعاية لها. من أنواع الأسئلة فيها أسئلة مغلقة تضطر المتحدث إلى إجابة محدثة يستهدفها السائل، أو أسئلة مفتوحة تعطي المتحدث فرصة لشرح وجهة نظره أو تقديم ما لديه من أفكار ومعلومات. ومن شروط صياغة أسئلة المقابلة الإيجاز والوضوح والتسلسل والتنوع. ومن شروط صياغة الأجوبة الالتزام بالمطلوب، ترتيب الأفكار وترابطها واكتمال المعنى وصحة اللغة. طبعا سوف أيضا نتعرف على هاتف دقيق داخل أسنانك، وننتقل إلى واحدة ثانية وهي نوادر وقيم. سوف نتعلم عن التنوين.
نقرأ نص رد إليه أمانته، الصدقة والكوب، جحا والوليمة، الضيف الثقيل، الخطاط والتاجر. طبعا سوف نتعلم عن التنوين ورسم حرفي الفاء والقاف منفردين ومتصلين بخط الرقعة، والأسماء الخمسة، والجملة الخبرية المنفية الفعلية، ونائب الفاعل، وتحويل نص سردي إلى نص حواري، وفي النهاية سوف نتعلم مهارة إدارة ندوة. طبعا بعد قصة الكوب، الصدقة والكوب، نقرأها قصة ممتعة جدا نستفيد منها، ونجيب على جميع الأسئلة الموجودة في الدرس من الفكرة، معرفة الأفكار الرئيسية صوغ سؤال من الفكرة الرئيسية والإجابة على جميع التمارين والمسائل والأنشطة. في الدرس أيضا سوف نقرأ قصة الضيف الثقيل، طبعا هي قصيدة. لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك، لا تكن عبئا عليهم، لا تحملهم عناءك، ليس من ذنب أناس أن يكونوا أقرباءك، فتحل الصبح ضيفا واصلا فيهم مساءك، أنت لا تدري إلى كم تزعج الخلة إزاءك، قد تراه مستمدا لك من قوم عشاءك، قد تراه مستعيرا لك من جار غطاءك، إن تزر فليك غبا ثم لا تكثر بقاءك، قد مضى عصر قديم وجديد والعصر جاءك، فاترك الناس نزيلا واجعل الأجر كراءك. أبيات جميلة، نحل جميع التمارين عليها. أيضا الآن سوف نتحدث عن التنوين، تنوين النصب، نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المعربة تنطق ولا تكتب، تنوين ضم، تنوين فتح، تنوين كسر، مع أمثلة عليها. علامة تنوين النصب فتحتان وتكتب على الحرف الأخير من الكلمة. ألف التنوين ألف زائدة، تلحق بعض الأسماء عند تنوينها تنوين نصب. وحروف الانفصال هي الحروف التي لا تتصل بما بعدها، وهي الحروف الستة الآتي: ألف دال ذال راء زاي واو. سوف أيضا نتعلم على حرف الفاء والقاف وكتابتهما بخط الرقعة، والأسماء الخمسة، والجملة الخبرية المنفية الفعلية، مع الانتباه إلى ضبط الفعل بعد لا في أسلوبي النفي والنهي. طبعا لم حرف جزم، الفعل المضارع بعدها يكون مجزوما، علامة جزمه تكون إما السكون إذا كان صحيح الآخر، حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، حذف حرف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. أما لن، حرف نصب الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا، وعلامة نصبه إما الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو والياء أو الياء، الفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف، وحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. أيضا سوف نتعرف على نائب الفاعل. ونحل جميع التمارين عليه. طبعا هو يشبه الفاعل ولكن ببعض من الميزات والخصائص فيه، نتعرف عليها في الدرس ونحل جميع التمارين والأسئلة والمسائل عليه. أيضا سوف نتعلم
الفن الكتابي في تحويل نص سردي إلى نص حواري. قصة الفلاح والقاضي. طبعا النص السردي هو طريقة في الكتابة يسوق فيها الكاتب حدثا أو أحداثا أو خبرا أو أخبارا حقيقية أو خيالية. من أنواعه سردي، سردي حواري، وسردي قصصي. تعد القصة نصا سرديا حيث تتكون بنيتها من الوضع الأولي، تمهيد، حدث مفاجئ، تسلسل الأحداث وتفاعلها، العقدة، تسلسل الأحداث للوصول إلى الحل، الوضع الأخير وهو النهاية، المغزى من القصة، الفكرة، وما هو موقف الكاتب منها. كما تتعلم تخطيط كتابة موضوع من خلال قصة طريق في الشجرة وكتابة المسودة، وسوف تتعلم استراتيجية مهارة التحدث في إدارة الندوة. طبعا يتألف من الإقناع، التأثير في الآخرين، وتعديل أفكارهم يتوافق ما يدعو إليه المتحدث برضا واختيار، وضمان الفهم، ربط الأفكار بأشياء محسوسة في حياتنا، استخدام الشواهد والأمثلة، وإثارة الانتباه مثل إثارة التفكير في من خلال أسئلة مثيرة، التكنية، استخدام ألفاظ غير مباشرة في توضيح الخطأ. والندوة هي لقاء يتحاور فيه مجموعة من الأشخاص يناقشون موضوعا معينا. وأنواع الندوة تكون ندوة مغلقة تقتصر على المشاركين ولها مدير خاص، مثل مناقشة بحث أو مناقشة ندوة استجوابية كالندوات التلفزيونية. وهناك أيضا ندوة مفتوحة تكون المشاركة فيها مفتوحة من الجمهور الذي يطرح الأسئلة والتعليق عليها وطرح وجهات النظر المختلفة بعد انتهاء الأعضاء من نقاشهم. سوف نقرأ قصة الخطاط والتاجر، أيضا قصة جميلة، ونبدأ الوحدة الثالثة وهي أعلام سابقون. أعلام سابقون. سوف نقرأ قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وآيات من سورة لقمان، ونتعرف عن الأمير سعود الفيصل تفاصيل كاملة، وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، والهمزة المتطرفة، ورسم الحروف السين والشين والصاد والضاد بخط الرقعة، والأفعال الصحيحة المعتلة، وأسلوب التوكيد والمفعول به، وتحويل نص حواري إلى نص سردي، وإلقاء خطبة محفلية. طبعا من خلال التمارين والمسائل التي نحلها نشاهد القصص الجميلة ومعلومات رائعة في كتاب لغتي الخالدة. طبعا سوف نتعرف على حياة الأمير سعود الفيصل رحمه الله، أين ولد وأين عاش وما أعماله وما إنجازاته. وسوف أيضا نتعرف على قصة سيدنا عمر بن الخطاب بما تميز، وقصته مع الصبية الجياع التي رواها مولاه أسلم هي أكبر دليل على رحمته، حيث خرج مع عمر رضي الله عنه إلى حرة واقٍ، حتى مر بأطفال يبكون، فلما اقترب من امرأة معها صبيان وقدر منصوب على نار وصبيانها يبكون، فقال عمر: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، فأجابته: وعليكم السلام. فقال: أأدنوا؟ قالت: أدنوا بخير أو دع، فدنا منها. فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون أن يبكون؟ قالت: الجوع. قال: وأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال: أي رحمك الله،
وما يدري عمر بكم؟ قال تولى أمرنا ثم يغفل عنا. فأقبل عمر على صاحبه وانطلق به يهرول حتى وصل دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحمين وقال احمله علي. فقال صاحبه أنا أحمله عنك. قال أنت تحمل وزري يوم القيامة، لا أم لك. فحمل سيدنا عمر وانطلق إلى المرأة وبدأ بذر الدقيق والطبخ حتى أفرغ الحريرة في صفحة وهو يقول أطعميهم وأنا أسطح لهم، ليبرد الأكل. هذا دليل على رحمة سيدنا عمر، كان شديدا ولكن كان فيه الكثير من الرحمة. بالإضافة إلى إنجازاته وثقافته، وحيث كان أديبا مؤرخا فقيها مشاركا في سائر الفنون، مشجعا على الرياضات البدنية، خطيبا مطبوعا على الكلام. وأكبر إنجازاته هو موافقته أن يكون يوم الهجرة هو بداية للتاريخ الإسلامي. أو أيضا نحل تمارين الهمزة المتطرفة. طبعا الألف والواو والياء حروف مد ساكنة، ورسم الحروف السين والشين والصاد والضاد بخط الرقعة، والأفعال الصحيحة والصحيحة والأفعال المعتلة أو المعتلة، مع تصنيف الأفعال وتقسيم الفعل بالنظر إلى زمانه، وأقسام الفعل من حيث الصحة من حيث الصحة والاعتلال. وأيضا سوف نتعرف على أسلوب التوكيد، ونقرأ الفقرات عن المهلب بن أبي صفرة الحكيم، ونتعرف أيضا على المفعول به. طبعا الفرق بين الفعل اللازم والمتعدي أن الأول يتم معناه بفاعله ولا يتعداه إلى مفعول به، أما الثاني فلا يتم معناه بفاعله ويحتاج إلى مفعول به ليتم معناه. طبعا المفعول به قد يأتي مفردا وقد يأتي مثنى وقد يأتي جمعا سالما بنوعيه، وجمع تكسير، وهو اسم من الأسماء الخمسة. طبعا سوف تعرف على استراتيجية الكتابة وتحويل النص الحواري إلى سردي، ونحل جميع التمارين الباقية في هذه الوحدة، ينتهي بذلك من حل كتاب لغتي الخالدة الصف الثاني الإعدادي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى